مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من تمام العاشره. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه السنه الجديده، ويا رب السنه الجديده تكون سنه سعيده علينا كلنا، واللي محققش احلامه في 2019 يحقق احلامه في 2020. ويا رب يا رب يا رب تبقى سنه سعيده على مصر كلها. هيكون ضيفنا النهارده دكتور محمود الشامي، رئيس شعبه الطاقات الغير مرئيه بالجامعه الامريكيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، كل سنة حضرتك طيب. حضرتك بألف صحة وسعادة، وربنا يجعلها عليك وعلى السادة المشاهدين سنة سعيدة إن شاء الله. ربنا يخلي حضرتك دكتور. أنا عايز أسأل حضرتك، في كان بقى أبراج في 2019 اتبهدلوا خالص، هيحصل لهم إيه بقى في 2020؟ شوفي، هو مش بالمطلق في برج بيبقى مية مية، تمام، ومش بالمطلق يبقى في برج تعبان زي ما بنقول، لكن كل واحد بيبقى عنده وقت بيبقى بيحصل له فيه طفرات وبيعلو ويزدهر زي الزرع بالظبط، وفي اوقات بيبقى العكس. احنا نعرف ازاي نحول حياتنا 180 درجه. هنتجنب الاوقات السلبيه اللي ربنا اشار عليها في القران، تمام، لما نتجنب ان احنا نبدا مشروع او نمضي عقد او في الاوقات السلبيه، ونختار الوقت المناسب باقل طاقه تقدري تحققي هدفك اللي انت عايزاه. لكن احنا مشكلتنا كمجتمع بنعمل اي حاجة في اي وقت، وده غلط جدا. لان انا لو جيت حضرتك وجبت بزراية كده وخلاها حباية ذرة يعني، وزبطنا الارض وحطنا لها كماوي ورويناها وبذلنا طاقة جامدة، ممكن ما تطلعش، وممكن في يوم تاني ارمي حباية الذرة كده بدون اي مبذل اي طاقة الاقيها ضرت وزرعت، عشان ده وقتها، مع ان هي حباية الارض، وهي هي الارضية نفسها. عفوا، هي حبيت الذره، وهي هي الارض، ولكن التوقيت مختلف. ما انا بقول لحضرتك عشان في وقتها بس بالظبط. طب انا كل واحد يعرف ازاي ده وقته اللي يشتغل فيه او يعمل فيه مثلا مشروع او يقدم في شغل او يتجوز حتى؟ تمام، احنا عندنا توقيتات اللي اشار لها ربنا سبحانه وتعالى. اول وقت اللي هو وقت المحاق. طيب ربنا قاله ازاي يعني وقت المحاق؟ تمام. قال كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. وغاسق هنا القمر، واذا وقب يعني اذا اختفى. ده فلكيا وقت المحاق اللي هو قبل الهلال بيومين. تمام. القمر بيختفي امتى؟ احنا عارفين انه بيتولد هلال القمر، ثم ياخذ في الزياده الى ان يكتمل بدر، ثم ياخذ في النقصان الى ان يختفي. يبقى التوقيت ده ربنا بيقول لك الوقت ده في شر، يبقى استعيني بيا، هتجنب ان انا اعمل اي جديد في وقت زي ده. كمان وقت اكتمال القمر بدر، لانهم عملوا احصاءات بره لقوا ان اثناء اكتمال القمر بدر بتكتر حوادث السير، بتكتر حوادث العنف الجنسي، بتكتر نسبه هياج المجانين في مستشفى الامراض العقليه، بيحصل عند الناس خلل في عقولها. الناس ما قدرتش تستحمل، قاعدين بتتصلوا معانا مكالمه الاستاذ رمضان. أوكي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك بخير يا رب. اتفضل يا فندم. انا 28/9/75. 28/9. عايز اعرف، انا مواليد 28/9/75، عايز اعرف عينينا الاثنين. حاضر حاضر يا عم رمضان. احنا هنقول الابراج كلها على بعضها. انت لو حضرتك عايز تبدا تقول اتفضل. طيب اوكي، انا ناخد الاتصالات واحنا بندردش نعرف الاحوال. فعلا ربنا فعلا اشار على التوقيتات ديت انها تبقى مش مناسبه، تمام، وبعدين نبدا في الابراج كلها مع بعض. خلاص تمام. طيب، يبقى الناس دي بالإحصاء وبالعلم عرفوا إن الوقت ده بيحصل عند الناس يعني عملية أفورة. تمام. القانون الإنجليزي من 50 سنة في مادة بتقول اللي يرتكب جريمة أثناء اكتمال القمر بدر عقوبته تبقى مخففة عن قبل أو بعد. الدين الإسلامي عالج الموضوع ده من 1400 سنة، ولقينا رسولنا الكريم بيقول صوموا 13 و14 و15 من كل شهر عربي، وده وقت اكتمال القمر بدر. يبقى انا عندي وقت المحاق ووقت اكتمال القمر بدر، وفي كمان وقت الكسوف والخسوف في اوقات خلو المسار. كل ده لو الانسان تجنب انه يقوم باي جديد في الوقت ده، مفيش خطوه في حياته هتبقى فاشله، وحياته كلها هتبقى ناجحه. بس فقط نعرف التوقيتات دي من حد متخصص كده زي حالاتي، بنقول امتى المحاق. وممكن اي حد دلوقتي العلم بقى مفتوح، وكان هو علم الخاصه الاول، كان الملوك بس اللي بيستعينوا بال تمام. لكن دلوقتي بقى في متناول مع التكنولوجيا والتقدم، بقى متاح لاي حد يعرف امتى
وقت المحاك وامتى اكتمال القمر بدري وامتى الكسوف والخسوف. واحنا كده كده في التوقعات بتاعتنا بنقول ان في شهر 7 اللي جاي مثلا يعني الساعه 2 ودقيقة في الوقت ده هتحصل ظاهره الكسوف والخسوف، وتيجي فعلا في شهر 7 يحصل الحدث والناس تصور بالنظرات المعظمه. تمام. هو مش شطاره من الفلكي، ده ربنا اللي ظبط الموضوع ده في سوره الرحمن، وقال والشمس والقمر بحسبان، وكلمه بحسبان اي بدقه متناهيه. تمام. وهو الكسوف والخسوف ايه غير شمس وقمر والارض بيبقوا على استقامه واحده واخدين 180 درجه. تمام. ومن هذا المنطلق ما بيبقاش غيب بقى، يعني احنا بس عشان المعلومات بتاعتنا تبقى مبنيه على اسس وعلى ادله وبراهين. ما هم دايما يقول لك اللي هو بيتوقع ده بيعرف علم غيبيات، والعلم الغيبيات ده حرام والكلام ده. ما هو ربنا بقى لما يقول لك اهو، ربنا اللي بيديك الاشاره. تمام. الوقت ده والوقت، واللي على فكره وقت اكتمال القمر بدر اهو ده له صيام وما هوش فرض. يعني اما الرسول يوصينا نصوم، الصيام ده ليه؟ تعالي كده نحسبها سوا بالعقل وبالمنطق. الصيام لما تيجي تقف عند الصيام تلاقي لما الشاب تجي له طاقه ويأفر كده ويبقى يعني عنده طاقه ومش عارف يعمل فيه وعايز يتجوز، نقول له ايه بقى؟ من استطاع البقاء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام. اذا الصيام هنا بيهده او بيهديه. طيب احنا هنبدا بقى التوقعات. والكسوف كمان في صلاه اللي هي المماثله لصلاه الاستسقاء برضه. عشان نبقى عارفين احنا هنا ليه بنصلي من غير ما يبقى فرض، وهنا ليه بنصوم. ما هي دي التوقيتات اللي فيها اشارات من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. نيجي نبدا بقى من اول برج الحمل. الاول عايز قبل برج الحمل وقبل الابراج نظره عامه كده، لان بمناسبه انتقالنا من عصر التراب الى عصر الدلو. تمام. الهوائي. تمام. والعصر ده مدته 200 سنه. هيتم قران يوم 12 يناير اللي جاي التقاء زحل وبلوتو. والعصر التراب كان بيمتاز بصراعات على الحدود بتاعه الاراضي او الدول يعني، فتلاقي في احتلالات كتير. وبدات طبعا لو خصمت 200 سنه من 2000 يبقى سنه 1800 هنلاحظ ان بدايه الحروب النابليونيه، وبعد كده بعدها توالت الصراعات على الارض وما بداخل الارض من ثروات زي الغاز وزي البترول وزي يعني المايه. يعني الثورات والحروب دي هتنتهي الفتره الجايه؟ هينتهي العصر بصراعاته. يا رب ومميزاته وعيوبه. يا رب. ولكن هنبدا في عصر جديد اللي هو عصر الهواء، ايضا هيكون هناك صراعات بس مختلفه عن صراعات عصر الارض. المهم بس الصراعات بتاعت القتل والكلام ده تخف شويه عشان اعداد الموت زايده قوي. الشكل هيختلف، لكن هو عصر كويس، كله تطور، كله ازدهار. كل الأمارات اللي ظهرت لنا بالنسبة للتقدم والتكنولوجيا هتغطي على الساحة، والناس هيتتغير مفاهيمها وهيتغير وعيها للحياة. ومش هنلاقي حد بيقول قال الله تعالى كذب المنجمون ولا صدقوا، وربنا ما قالش. مش هنلاقي الناس هتبقى ثقافتها أعلى بكتير. ولا حتى هيقولوا الرسول قال كده، لأنه برضو الرسول ما قالش كذب المنجمون ولا صدقوا. طب تمام. معانا أستاذة سامية. ألو. أيوه. مساء الخير يا فندم، كل سنه حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. اتفضلي يا فندم. عايزه لو سمحتي 2164. تمام. اسمي محاسن. محاسن؟ اوكي يا فندم. انا بعتذر لحضرتك. لا عادي. ماشي. شكرا لحضرتك. حاضر. يا فندم. حاضر. برج الجدي. ومعانا استاذ شريف. الو. الو. الو استاذه ساميه. الو. ايوه استاذه ساميه، ما حضرتك اتفضلي. عايزه توقعات برج الجدي. 1 1 6. برج الجدي 1 6 1. 6 1. 6 1. لو سمحت من فضلك وطي التلفزيون شوية عشان نسمع حضرتك. بصي حضرتك، انا عايزة توقعات برج الجدي. ذكر. ذكر اسمه ايه؟ الاسم. لان كل واحد فينا له برجين، برج من تاريخ ميلاده وبرج من اسمه، لان الاسم بيحمل رقم والرقم ليه تأثير على صاحبه. الاسم اسلام. اسلام. اوكي. وفي برج كمان، برج العقرب، عايز التوقعات بتاعته 2/11/1996. صاحب بنت. الميلاد 2/11 اسمه ايه؟ اسلام. بنت. ساميه. اللي هو انا. ساميه. طيب اوكي حاضر.
طيب اوكي حق. شكرا لحضرتك يا فندم. الوضع العام ان شاء الله مصر جايه الخير كتير بعد المعاناه اللي احنا مرينا بيها، وده اللي كان سبب بلوتو دخل برج الجدي سنه 2008، فاحنا خدنا نصيبنا والحمد لله. احنا خدنا نصيبنا جامد قوي، تعافينا وربنا كرمنا بقياده سياسيه ناجحه الحمد لله، وواخدنا البر الامان. والامن دايما هو ابو الاستقرار، الامن والاستقرار الاثنين بيصنعوا حاله رخاء وتنميه في المجتمع. بوجه كلمه بقى اتفضل للشعب المصري والعربي عموما، الوقت اللي جاي وقت عمل، خلاص ما عادش في حد ينام على ان في 70 مليار مش عارف فين وفي هيتوزع، لا 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 ما عادش في الكلام ده، كله لازم يعمل ويجتهد، لان بقدر العمل بقدر ما الانسان يرتفع. تمام، معانا ام نورهان. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. كل سنه حضرتك طيبه يا فندم. كنت بالصحه والسلام. اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليكي، بس عايزه اعرف البرج بتاعي، تاريخ البرج بتاعي. اتفضلي قولي التاريخ يا فندم. طب لو سمحتي بصي، هو 1/12 78. تمام، واسم حضرتك؟ اسمي سعاد عبد الغني. سعاد، طيب يا استاذ. شكرا يا استاذ سعاد. احنا نلحق نقول التوقعات لحسن التليفونات نازله قد كده. يلا هنبدا ببرج الحمل. تمام. برج الحمل 2020 بالنسبة له في خير جاي له كتير عن طريق المهنة وعن طريق السمعة وعن طريق زملاء العمل، فيركز قوي على الموضوع ده، فالأضواء مسلطة على المهنة، ممكن يغير مهنته طبعا للأحسن وممكن يطور في مهنته، المهم أن هناك خير من المهنة، من الوضع المهني. تمام، ده بالنسبة لبرج الحمل. بالنسبة لبرج الثور هيبقى عنده تواصل بالخارج او له سفريات، يعني اذا كان حد مقدم على هجره او حد مقدم مثلا على سفر وكان الحال واقف، لا 2020 كل برج الثور او من يحمل اسمه رقم 6 السفر متاح ويقدر يسافر لبلاد اجنبيه. تمام. بالنسبه لبرج الجوازاء او النبي انا طيب طري على قلبي قول لي اي حاجه. عندك سنه الهبه وسنة يعني يجي لك مال مجمد ماسك نفسه. تمام. مش بسارية. لا جاي لك حاجة جامدة كده لكي ولكل مواليد برج الجوزاء أو من يحمل اسمه رقم 5. تمام. جاي له هبة، جاي له فلوس جامدة. تمام. نيجي لبرج السرطان، نقول لبرج السرطان السنة كلها عقود، إما عقود زواج وإما عقود عمل وإما عقود شراكات. السنة مليانة عقود، امضاءات بالكوم، لكن في بعض التوقيتات بعد ما نخلص السمات العامة لكل الأبراج لابد أن الكل يحرص منها، كل الأبراج. هديكوا التواريخ وهديكوا التوقيتات. ما أنا لسه كنت أقول لحضرتك بعد ما تخلص نقول بقى للأبراج اللي خلوا بالكم ورقة وقلم. تمام، لأن التوقيتات دي لو احنا بقى زي ما كنا بنقول من شوية تفادينا مش هنقع في الأخطاء دي، مش هنقع في الأخطاء وحياتنا. تمام. هتبقى حلوة. تمام. طيب نيجي لبرج الأسد، بنقول لبرج الأسد يعني لو عندك حاجة صحية قديمة سنة 2020 مناسبة قوي، انك انت عملية مرض بتاع هيلعب رياضة، الخير جاي له من العمل الروتيني مش من الصفقات. تمام. مش من العمل اللي هو فيه مغامرات، العمل الروتيني اللي ممكن اي حد يستهتر بيه، لا في خير جاي من ورا الروتين، القصة مش هتبقى معتمدة بس على المرتب او يدوب 5 قروش، لا في خير جاي من ورا العمل الروتيني ايها الاسد. العذراء، العذراء اللي كان عنده مشكلة في الحمل والولادة. تمام. والخلف، لا سنة الـ دي سنة ان اللي عنده عقم، اللي عنده اي حاجة ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. وسنة زواج برضو، يعني العذراء برضو اللي كان عنده اي تعثر في موضوع الجواز هيتجوزهم وهيتبسطهم، وهي سنة متعة ان شاء الله رب العالمين فيما عدا التوقيتات اللي احنا هناخد بالنا منها. اما بالنسبة لمواليد برج الميزان او من يحمل اسمه رقم 6 فالاضواء مسلطة على العيلة وعلى الوضع الشخصي وعلى احد الوالدين، الام او الاب، بس طبعا التركيز كله بيبقى على الام. ممكن يشتري سياره، ممكن يشتري عقار،
ممكن يتنقل من عقار لعقار احسن. المهم ان هناك سمة خاصة بمواليد برج الميزان في تغيير المكان للاحسن. تمام. واللي ما عندوش عربية ممكن يشتري عربية، او اللي كان نفسه في عربية يقدر يحققها في 2020. تمام. العقرب، بالنسبة لبرج العقرب بقول له اتكلم كتير، عبر عن نفسك، كل ما هتتكلم كل ما هتكسب، كل ما تخش في مفاوضات كل ما هتبقى لصالحك، يعني فاوض ناقش بجرأة وما يهمكش حاجة. الخير جاي للعقرب من المفاوضات والكلام ده والمناقشات يعني. نيجي لبرج القوس. سنة مالية بامتياز أيها القوس. طبعا السنة اللي فاتت كان عنده المشتري، والمشتري ده كان الكوكب الحاكم بتاع برج القوس، والمشتري ده كوكب السعد والفرح والمرح والصحة والسعادة والسرور كان عنده، بس عنده مش يديله مال، عنده يخليه يسد الثغرات، او ان كان عنده ديون يا دوب كده الدنيا متزبطة. طبعا كان عنده زحل قبل كده وخرج منه، دخل على برج الجدي فعمل له شوية عقبات في بيت المال، بس لما المشتري طلع من عنده ودخل برج الجدي اللي هو بيت مال القوس، يعني سنة مالية بامتياز. تمام. برج الجدي، برج القوس، القوس لسه بقيت القوس. طيب نيجي للجدي بقى. زحل ده اسمه المعلم الصارم، كوكب العقاب، كوكب القانون، بيعلم الناس كلها، الأبراج كلها الأدب ما عدا الناس بتوعه. الناس بتوعه مين؟ اللي هم مواليد برج الجدي، جاي لهم سلطة، جاي لهم الطموح والصبر اللي قضوه السنين اللي فاتت. يعني دايما كده يقول لك بتوع مواليد برج الجدي منهم مرتبطين بزحل، فتلاقي دايما الحل، لا بالعكس، هم اشخاص مفكرين وطموحون وبيخططوا كويس قوي، بس كانوا بيجوا يوصلوا للاواخر كده ما يقدروش يكملوا اللي بيعملوه. في 2020 زحل موجود في برج الجدي وهيخرج منه في شهر مارس. تمام. طيب المشتري قاعد السنه كلها، هيديله بقى من الخيرات، لان زحل ده بيجيب هو برضو على فكره، رغم ان هو كوكب السعد وكوكب الطمع كوكب الوفره، بيجيب حاجات كتير، لكن زحل اللي بيجيبه المشتري بهبل كده، زحل بقى بيروح مقلم المسائل، مهدي الاوضاع بتاعه المشتري. تمام. نخش على برج الدلو. الدلو عامل روحانيات، هتلاقي مواليد برج الدلو متدروشين في 2020، يحبوا يزوروا الاماكن الروحانيه، أضرحة، أولية، اللي عايز يروح الحسين، اللي عايز يروح السيدة، اللي عنده مقدرة هتلاقيه بيحج. مكتوبة لبرج، ربنا يكتبها للناس سنة كلها، سنة الروحانية، ربنا يكتبها. بالنسبة لبرج الحوت، يا أرض تهدي ما عليك يأدي، يعتبر برج الحوت من أكثر الأبراج حظا في 2020، لأن جوبيتير موجود عنده في بيت المساعدات وبيت الدعم وبيت الأصدقاء. العنوان العريض بتاع سنة 2020 بالنسبة لبرج الحوت، غرد في سرب أو اعزف في جماعة، لا تغرد منفردا ولا تعزف منفردا. تمام. يعني خلك شغلك دايما مع الجماعة. بس في أبراج كانت السنين اللي فاتت كانت حالتها سيئة، هتتحسن. كل الأبراج مواقع الكواكب كانت في عملية صراع ومحاربة. يعني أسباب ثورة 11 ديت، كان أورانوس في برج الحمل وبلوتو في برج الجدي وزحل كان موجود في برج الميزان، يعني واقفين لبعض زي ما بنقول، أصل احنا عندنا زوايا، فكانت الزوايا كلها حادة. من أول المشتري ما دخل السرطان ما تمتعش بيه، دخل على الأسد ما تمتعش بيه، بداية العصر الجديد هنقدر نتمتع إن شاء الله بالمشتري، بس نوعى ونعرف إمتى ننجح وإمتى نبدأ مشاريعنا، لأن في توقيت مناسب للنجاح، ولكن اي توقيت كده ما. طيب انا سالت حضرتك، يعني انا مثلا انا دلوقتي برج الجوزاء، انا لما عاوز اخد خطوه ايه الوقت او الميعاد اللي مناسبني ان انا اخد مثلا خطوه في الشغل؟ خلينا نقول اكثر الشهور حظا لكل الابراج، نبدا. طيب. بالحمل. أوكي. نبدا بالحمل. تمام. ونقول شهر، نكتب بقى، يعني يا ريت يا جماعه هو كل واحد دلوقتي يكتب لنفسه البرج بتاعه شهر الحظ بتاعه، عشان الخطوات اللي هتتعمل في التوقيت اللي انا هقول عليه ده هتبقى ناجحه جدا جدا جدا. خلاص دي بي يعني ان شاء الله. ان شاء شهد. الله. برج الحمل يبدا من شهر فبراير، شهر 2 وابريل وشهر اغسطس وشهر ديسمبر. خلاص. تمام. نرجع لبرج الثور ونقول يناير اول الشهور، وعندنا مارس. تمام. يناير ومارس،
وخش على مايو وشهر سبتمبر و وبس هنكون دخلنا على يناير التاني خلاص بعد اللي هياخدوا السنه كلها. نرجع برضو لبرج الجوزاء. نقول له شهر فبراير اللي هو شهر 2 تمام وابريل تمام وجوزاء مايو تمام يونيو 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 واكتوبر اكتوبر. نرجع نروح لبرج السرطان. مارس من احسن الشهور بالنسبه للسرطان. ومايو ويوليو اللي هو شهر 7 ونوفمبر اللي هو شهر 11 تمام. نخش على برج الاسد. احسن شهور 2020 بالنسبه لبرج الاسد طبعا هناخد ابريل تمام وناخد اغسطس وناخد ديسمبر تمام. طيب نرجع نخش على برج العذراء. العذراء برج العذراء شهر يناير ومايو وسبتمبر ده العذراء تمام. احسن شهور بالنسبه للعذراء. نخش على الميزان. احسن شهور الميزان فبراير اللي هو شهر 2 ويونيو اللي هو شهر 6 وناخد له اغسطس سبتمبر كمان تمام واكتوبر اللي هو الشهر بتاعه. نرجع نخش على مين؟ العقرب. برج العقرب احسن شهور 2020 مارس ويوليو ونوفمبر تمام. تمام وقبل نوفمبر ناخد للعقرب سبتمبر. والقوس هنخش على القوس. اي ابريل تمام ويوليو تمام وديسمبر تمام وقبل ديسمبر ناخد له نوفمبر اكتوبر تمام. تمام خش على برج الجدي. يناير ومايو يناير ومايو وسبتمبر وناخد له نوفمبر تمام. تمام خش على الدلو. فبراير اللي هو شهر 2 مواليده يعني ونخش على يونيو اللي هو شهر 6 ونخش على اكتوبر اللي هو شهر 10 تمام. طيب احنا معانا مداخلات. معانا مين؟ احمد. الو. ايوه احمد مع حضرتك. ايوه يا استاذ احمد اتفضل مع حضرتك. لو سمحت عايز اسال عن تاريخ ميلادي وتاريخ مراتي. كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه السلام. اتفضل يا فندم قول حضرتك التاريخ. احمد 26/11 78 تمام. 29 26 ولا 29 26/11 78 تمام. زوجتي تمام. زوجتي 25/4/89 تمام يا استاذ احمد شكرا لحضرتك. الزوجه اسمها ايه؟ الزوجه ايه؟ طب اسمها ايه يا فندم؟ طيب وقع مفيش مشكله تمام. هو 26/11 ده برج القوس برج ناري و25/4 برج الثور. احمد ترابي. احمد يعمل 8 و8 برج الجدي فالتوافق هنا جاي من برج اللي من اسمه كاحمد ومن تاريخ ميلادها اللي هو 25/4 اللي هو برج الثور فعنده نسبه التوافق موجوده. اما بالنسبه للحظوظ ادي احنا بنتكلم على حظوظ الابراج كلها تمام. احنا معانا برضو معلش جاي لي يعني تواريخ كتير. معانا جمال 13/7/49 13 بيسال على المال و 49 يعني برج السرطان جمال وانا 3/4/1/3 يعني 8/11 يبقى سرطان مضاعف يا عم جمال. برجك من اسمك يا عم جمال السرطان وبرجك من تاريخ ميلادك 13/7 سرطان يعني حضرتك سرطان بامتياز. سنة شراكات بامتياز عقود عندك عقود بالدفعة. طيب ربنا يكتبها للناس كلها. وفي معايا شادي 30/4/92 30/4/92 هو الكلام هيبقى للأستاذ شادي ولكل مواليد برج الثور. خدوا بالكم ان أورانوس دخل برج الثور هيقعد فيه 7 سنين هو كان موجود في الحمل الاول. طبعا هو كوكب المفاجآت والتغيرات او التغيرات المفاجأة تمام. فالتغيرات
الثور من خصوصياته انه ما بيحبش التغيير، بيحب دايما الاستقرار، وبيحب دايما يأمن نفسه في بيته وفي مكانه وفي عمله. يعني لو هو نائب رئيس وهتعيني رئيس يقول لك لا خليني كده انا كويس. طيب فبنقول له اورانوس بدل ما يجيب لك تغيرات مفاجاه، انت اعرف ان في تطور واعمل على انك انت تمشي مع الموجه. تمام. عشان تعلو وتحافظ على اوضاعك. طب معانا علاء. الو 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 ايوه استاذ عبد الحميد اتفضل. ايوه كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير يا فندم اتفضل. يا ريت عايز اكلم الدكتور. دكتور مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. يا دكتور انا مواليد 21/10/70. حلو. بس في حاجه، انا كل سنه على فكره بكلم حضرتك. احنا بالنسبه لنا في الارياف كان اللي بيتولد بيكتبوه بعد اسبوع، يعني انا ممكن اكون في العشريه اللي في النص، يعني 15 16 في الحدود دي. حصل. بس تمام. احنا احسن من غيرنا. انت ما تيجي تشوف العراق جم كده في 4 سنين كتبوهم كلهم، كتبوهم كلهم سنه 70. فبس في ناس اوعى مننا، يعني احنا في النص. في ناس لما بتكلمني تقول لي انا مولوده الساعه 2:13 وبعد كده تبقى تقول بقى يوم ايه وسنه كام. لكن يا جماعه لازم ساعه الميلاد دي عليها 60% من تحليل الشخصيه. اول الجسم ما يشوف النور بنقدر من حركة الكواكب ووضعية الكواكب بنقدر نعرف الإنسان ده مشاكله إيه، وضعه إيه، نظامه إيه. فساعة الولادة. شكرا يا أستاذ عبد الحميد. ساعة الولادة مهمة جدا حتى لأبنائنا. ده حق للأبناء على الآباء حتى اختيار الاسم الحسن. تمام. وفي حاجة كمان اسمها تناسق الأسماء. يعني لازم أي واحد عنده مولود لازم يحسب اسمه يكون متناسق مع تاريخ ميلاده. ما مش كل الناس بتبقى عارفه الساعه بالظبط يا دكتور. ده موضوع خطير جدا. انت عارفه يعني ايه تناسق اسماء؟ يعني ازدهار، يعني علو، يعني نجوميه. اللي ما عندوش تناسق ما بين اسمه وما بين تاريخ ميلاده ما بيعرفش يشوف النجوميه ولا اللمعان. فاحنا لازم نحط في دماغنا الموضوع ده. وانا عامل حلقات كتير بتقول الكلام ده. تمام. وضربت مثل بعبد الحليم حافظ لما كان اسمه عبد الحليم شبانه. ما كانش فيه تناسق مع تاريخ الميلاد، الناس زقلته بالطماطم. ولما اتغير اسمه صحيح عشوائي يعني او جت كده، لما بقى عبد الحليم حافظ شوف الشهره والنجوميه والبنات كانت بتنتحر عشان. معانا زينب 18/6/51 تسال على المال والصحه. اوكي زينب 7 13 كام؟ 18/6 18/6 برج الجوازاء. زي ما قلت عندها ثروة جايلها، مال مجمد جاي، إما من ورث أو هبة أو مال مجمد. يعني يجي لها هدية عربية، يجي لها يعني المهم ربنا هيوهبها بمبلغ معين عن طريق الزوج، عن طريق الابن، عن طريق أيا كان. بتخش تحت بند الورث والهبة. وفي شريف 30/9/94 30/9/94. اه اوكي. شريف 3/1/2/8 يعني كده يبقى 11 و3 14. شريف برج الجوازاء من اسمه. و30/9 برج الميزان، والاثنين كلا منهما هوائي، كلاهما هوائي. تمام. فهو عنده متحدث لبق برضو عن نفسه، ده بالنسبه لصفاته. لكن وضعه ايه؟ الميزان هيبقى عنده الاضواء مسلطه على العيله والوضع الشخصي والبيت والعقارات، وممكن يشتري سياره. ده برجه من اسمه، برجه من تاريخ ميلاده اللي هو جوازاء، جاي له فلوس من ورث. ربنا يدي الناس كلها. معانا ام محمد. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. كنت طيبه. اتفضلي يا فندم. لو سمحت عايزه اعرف 13/12 مريم. 13/12 مريم. ايوه 13/12 و30/11 فاتن. سنه كام؟ سنه كام يا فندم؟ مريم 13/12/2005. 2005 اوكي. وفاتن 30/11/1700. 1700 ازاي؟ لا سنه 70 حضرتك. سنه 70 70. عموما يا ست الكل،
13 12 و 30 11 الاثنين كده برج القوس، بس 30 11 ده العشرية الاولى و 13 12 دي العشرية الثالثة. القوس ربنا هيرزقهم رزق جامد جدا جدا. شكرا جداً لحضرتك يا محمد، اتفضل كمل حضرتك. ربنا هيرزقهم البنتين دول مريم والتاريخ الثاني مش عارف اسمها ايه، لكن المهم سنة مالية بامتياز لكل مواليد برج القوس او من يحمل اسمه رقم ثلاثة زي ايمان مثلا، مثلا اي اسم يحمل رقم ثلاثة فجاي له فلوس بالكوم، وانا اهو وانت اهو وعشرين عشرين ان شاء الله هي. ومعنا جمال 17 12 85 17 12 هينطبق عليه نفس الموضوع. جمال، لكن جمال نشوفه يطلع سرطان عامل باتنين، فيبقى سرطان عنده عقود و 17 ما انا جاي لك. هو سرطان من اسمه جمال عنده عقود. طب والقوس سنه ماليه، فان شاء الله سنه خير يا رب على الناس كلها. طيب ومعانا بيقولوا لي في الكنترول 15 1 84 15 1 برج الجدي اسم ايه؟ طيب عبد الرحمن الاسم. طيب عموما 15 1 ده برج الجدي. برج الجدي يعني سلطه وصبر طويل عدى، خلاص صبر عنده سلطه. اي حد من مواليد برج الجدي او من يحمل اسمه رقم 8 تمام عنده سلطان في 2020 تمام، وسلطان مش جاي من فراغ، ده تعب في سنين، وقت مناسب لحصد الثمار. الو معلش معانا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا استاذ جمال، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك ايه؟ كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا رب، اتفضل يا فندم. 16 8 64 12 8 16 8 برج الاسد 64 19 وجمال. جمال عامله قلنا 4 8 11 سرطان. كل من هو اسم جمال يحمل رقم 2، وكل من يحمل رقم 2 برجه سرطان من اسمه. و 16 8 برج الاسد هو هنا ناري ومائي، يعني بيعرف يتعامل مع كل الشخصيات. الواحد لما يبقى اسمه برج هو دي بتاثر عليه، لان بيبقى عنده فتور في الحظوظ بتاعته. في الوقت اللي السرطان يكون فيه تمام الاسد بيبقى فيه تعبان لان قبل منه على طول. طيب يبقى هنا ايه اللي بيحصل؟ عنده 20% فرح، عنده 20% ايه شويه ضغوط، فدي تدي حتى ما يبقاش الموضوع حد بالنسبه له تمام. لكن برج الاسد في 2020 يركز على العمل اليومي، ويركز على الصحه، ويحاول يلعب تمارين رياضية، يحاول ينتمي لأي نادي لأي مجموعة، لأن هي سنة جميلة بالنسبة له وخيره جاي من العمل اليومي أو الروتيني. معنا أستاذة سما. ألو. ألو. أيوة يا فندم، كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. بقول لحضرتك أنا كنت عاوز أعمل أعرف مدى التوافق بيني وبين خطيبي. اتفضلي. خطيبك اسمه إيه؟ اسمه احمد. يبقى احمد 8 انا 20/4/91. انت 20/4/91 وخطيبي 13/12/83. الله الله. وكنت عايز اعرف بالنسبه لان احنا داخلين على جواز، استني يعني استني عشان اقول لك على التوافق الجميل ده. استني عشان اقول لك على التوافق الجميل الاول، وبعد كده اسال السؤال اللي انت عايزاه. سما عامله 2 يعني سرطان، احمد عامل 8 يعني جدي. السرطان انسب شريك له الجدي، وهقول الابراج كلها عشان ما حدش يزعل. انسب شريك للحمل هو الميزان، انسب شريك للثور هو العقرب. شكرا يا استاذ سما. انسب شريك للجوازاء القوس، انسب شريك للسرطان الجدي، انسب شريك للاسد الدلو، انسب شريك للعذراء الحوت. تمام؟ تمام. يبقى كل واحد كده يعرف انسب، مش معنى كده انه ما بيتفقش مع ناس تانية. ما هي الناس بقى بتفهمها غلط. لا. يعني انت حضرتك دلوقتي قلت البرج مثلا برج الجوزاء بتوافق مع القوس، لا مش شرط، ممكن مثلا يقابل حد. انسب، انا بقول انسب. يعني درجة التوافق بتبقى عالية. تمام. ما هو ممكن الجوزاء يتوافق مع الدلو، ده هوائي وده هوائي، ممكن يتوافق مع الميزان. تمام. ممكن يتوافق مع الاسد. تمام. لكن احنا بنقول انسب شريك. تمام. طيب لما نيجي نشوف الجدي والسرطان، انسب ليه؟ السرطان مائي والجدي ترابي. المية والتراب بيطلع منهم الزرع، المية والتراب احنا مخلوقين منهم، التقاء المية والتراب بيعمل طينة، والطينة بتعمل زرع، فالتوافق هنا يبقى مثمر. تمام. استاذة زينب. الو.
سماح استاذه سماح اكمل بس كتير سماء 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 واحمد ده مش توافق في الاسماء بس جدي وسرطان ده توافق أيوة كمان هو حمل وهي قوس 13 12 قوس كلا منهما ناري فهما متوافقين مع بعض جدا 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 ايوه استاذه سماح مع حضرتك اتفضلي يا فندم كل سنه أيوة. حضرتك طيبه كنت عايز اعرف عيد ميلادي 25/4/89 ايوه وجوزي 26/11/78 هو اسمه احمد وحسين سماح تمام يا استاذه شكرا يا فندم بالنسبه لاحمد يعمل 8 وسماح عامله ادا 9 13 19 يعني 1 يبقى برجك الاسد يا استاذه سماح وبرج جوزك الجدي و25 4 يعني برج الثور و26 11 يعني برج القوس تمام فالتوافق برضو نسبته معقوله ما فيش فيها مشكله قلنا القوس 26 11 عنده سنه ماليه بامتياز وقلنا برج الثور عنده سفر لبلاد بره وان ما كانش الظروف بتاعته ميسره انه يسافر بره او مش صاحب عمل او ست بيت خلينا بنتكلم على ست البيت هيبقى عندها تواصل باجانب تواصل بناس هتشوفهم لاول مره او هيكلموها او هي لها ابن مثلا بره او يعني النشاط في التواصل بالنسبه للكلام البعيد معنا استاذه اسماء الو استاذه اسماء الو الو ايوه استاذه اسماء لا انا اسمي زينه مش اسماء ايوه يا استاذه زينه اتفضلي معلش المكالمات كتيره معلش كل سنه حضرتك طيبه وانت بصحه وسلامه نرجع لها ربنا كده سنه سعيده عليكم ان شاء الله ربنا يخليكي اتفضلي 11/7/97 11/7/97 تمام بس كده طيب يا استاذه زينه طيب استاذه زينه اسمك عامل 9 و9 ده رقم مسيطر جدا 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 يعني اللي بيحمل رقم 9 ده نتائجه بتبقى مسيطره على المحيط عكس الرقم 8 نتائجه دايما في النازل مع 11/7 برج السرطان فهي حمل على سرطان يعني برجها من اسمها حمل وبرجها من تاريخ ميلادها سرطان فناري ومائي نفس القصه الاولانيه حظوظ الحمل احنا قلنا في 2020 الاضواء هتبقى مسلطه على الشان العام وعلى المهنه بصفه خاصه كل مواليد برج الحمل مهنتهم هيبقى فيها تغير للاحسن طب ربنا يا رب يوفق الناس كلها في معانا قاعدين بيقولوا لي الكنترول 13/9/98 13/9/98 طب ده اسمه ايه طيب عذراء الاسم محمد. ايه محمد محمد سرطان وبرده العذراء ترابي والسرطان مائي وهناك توافق مع نفسه هو عايز يعرف السنه العذراء سنه ممتعه لكل مواليد برج العذراء وللدكتور عبد الحميد توفيق كمان معانا استاذه اسماء الو السلام عليكم عليكم السلام يا فندم كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك طيبه ربنا يخليك اتفضلي يا فندم اسماء ايوه 3/3/78 تمام وجوزي محمد ايوه 5/3/76 تمام يا فندم واحد بنسال لو سمحت على كل حاجه وعلى عامل مشروع ويعني لسه عامله جديد ربنا يوفقه ان شاء الله يا رب وبنسال على كل حاجه ربنا يبارك لك ربنا يخلي حضرتك شكرا لحضرتك يا فندم يا ريت يا اسماء تخليهم ينادوا لك باسماء لان اسماء عامل 4 ورقم 4 سمعته مش طيبه فاحنا نهرب ما دام حاجه في ايدينا يعني انت ما تقدريش تغيري تاريخ ميلادك لكن تقدري تغيري اسمك لان الاسم ليه ترددات وليه ذبذبات وليه تاثيرات على صاحبه والا ما كانش الرسول عليه الصلاه والسلام غير والسلام. اسم ابو هريره كان اسمه ابن عبد شمس ووصانا باستحسان اسماء ابنائنا تمام والحروف في منها السعد وفي منها النحس والاسماء في منها فاحنا ناخد بالنا يا ريت تبقى اسماء تمام. اسماء هتعمل 3 وهتبقى مرتبطه بالمشتري كوكب السعد تمام بالنسبه للتوافق ما بين هي وجوزها 5/3 و3/3 الاثنين برج الحوت فنسبه التوافق مظبوطه وسنه سعيده على كل مواليد برج الحوت معانا ام اسلام الو الو طب احنا معانا تواريخ قاعدين بيدوا لي من الكنترول 1/8/99
الاسم طيب محمد. محمد؟ اه 1899. 1899 اه. ومحمد؟ محمد اه. محمد برجه سرطان من اسمه، وواحد 8 يعني برج الاسد. تمام. قلنا البرج الاسد ياخد باله من شغله اليومي او الروتيني. تمام. وقلنا للسرطان عندك كميه عقود بالجمله. تمام. اه معانا 29799، الاسم ايه يا اولاد؟ الاسم ايه بتاع 29/7؟ محمد ابو غالي. 29/7؟ 29/7/99 برج الاسد واسمه محمد. اه اسد على سرطان، نفس اللي قلنا لي الاسد والسرطان من شويه. تمام. 26/4/96، قاعدين يملوني في تواريخ. كام؟ 11/9/64. 11/9/64؟ اه. طيب 11/9 عذراء. تمام. برج العذراء سنة سعيدة جدا، وعلاقة العذراء هتتحسن بأبنائه، ما كانتش ظابطة قبل كده. تمام. بدأت تتظبط من 3 ديسمبر 3/12، يعني دلوقتي ممكن يكون عايشين الود والتفاهم والكلام ده كله. كل العذراء سواء أنثى ما كانتش بتخلف هتخلف. تمام. سواء أب هيحسن علاقته بأبنائه، وفي فلوس جاية كمان للعذراء. 26/4/96 نوران. 26/4 برج الثور. نوران. اه نوران 5/6/2/1/5. طب ادا 10/13/19 برجها الاسد نوران مع ثور. فبرج الثور زي ما قلنا عنده علاقة مع اجانب، عنده سفر لأماكن بعيدة، هيسافر أماكن بعيدة. تمام. حتى لو كان لا يعمل أو الست لا تعمل، لكن عندها تواصل مع الأجانب. المداخلة بس يا جماعة، الاسم ما سمعتوش. ألو ألو ألو، المكالمة شكلها وقعت وقعت. في 15/4/2002. 15/4/2002 الاسم 2002. ايه؟ هم قاعدين بيدوني تواريخ بس. طيب نقول برج الحمل. أوه. برج الحمل عنده المهنة جيدة جدا. آه علاقته برؤسائه، برؤساء العمل أو زملائه حتى. بيت الوضع الاجتماعي بتاعه لكل مواليد برج الحمل، الوضع الاجتماعي هيبقى مزدهر جدا جدا جدا. في 23/9/79 بحذر الحمل، اسمه محمد. بحذر الحمل وكل الأبراج من 10 سبتمبر لحتى 12 نوفمبر على مستوى العالم ممكن تحصل حروب في الوقت ده. فاحنا نحذر عشان نسلم، مش بنفول، مش بنقول كلام وحش عشان ناخده بقى ونكبره بفكرنا، لا احنا بنقول عشان نسلم في الوقت ده لازم نهدي، ناخد بالنا من الحرائق، لان الحرائق هتكتر في الوقت ده، لانه المريخ كوكب الحرب والنار هيتراجع في الوقت ده. فانا عايز السلامه ليكي ولكل المشاهدين. يا رب. من 10 سبتمبر ولغايه 12 نوفمبر المريخ هيتراجع في برج الحمل، وبرج الحمل ناري. يا ريت برج الحمل يكون سامع. اه وهيكون فضل. عامل كمان مربعات مع بقيه الكواكب. تمام. والسماء مرآة للارض، ما يبقى فيه والارض مرآة للسماء ايضا، لما يبقى فيه خناقه فوق بتنعكس علينا، ده معنى الترددات بتاعه حركه الكواكب اللي بتاثر علينا، زي القمر ماليه مغناطيسيه وبتاثر علينا، زي ما الشمس. حضرتك انت لولا الشمس مش هتاكلي ولا هتشربي ولا هتتنفسي، لان الشمس لولا اشعه الشمس مع ماده الكلوروفيل اللي في النبات ما كانش النبات يصنع غذائه بنفسه، وما كانش الحيوان ياكل النبات، وما كانش الانسان ياكل الاثنين. طب ده الاكل، نلاقي الشمس بترسل باشعتها في المياه والبحار والمحيطات، يتبخر الميه، يتكثف، ينزل مطر، نرجع للآلي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففي بالله. الكواكب لها تاثير علينا، ده موضوع مش محتاج مفهوميه خالص. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، في ارقام حظ وفي ارقام نحس ولا الكلام ده؟ اه لا في طبعا. تمام. هنتكلم عن رقم النحس الاول. اه قول الارقام النحس. اه الأول. اللي بيحمل اسمه رقم 8 ده بيزعله. يعني بمعنى مثلا رقم 8 و4 دول رقمين مش سمعتهم مش حلوه. طيب ايه الدليل بتاع الكلام ده؟ تعالي نسيب البني ادمين بالارقام بتاعتهم ونروح للرقم نفسه. اه لما نيجي نضعفه نلاحظ ان الناتج بيقل، يعني الواحد في 8 ب 8. اه طيب الاثنين في 8 ب 16، اجمعي احد على عشرات 6 و1 7. هنلاقي لما ضعفنا ال 8 مرتين الناتج قل، ما زادش، مش زي الواحد في 8. طب ما تيجي كده نضعف كمان مره ونقول ال 3 في 8 نلاقيها ب 24، 4 و2 6. قلت عن السبعه وقلت عن الثمانيه. طيب
كمان مرة كده 4 في 8 ب 32، 2 و3 5، يبقى الخمسة قلت عن الستة وقلت عن السبعة وقلت عن الثمانية، يبقى الرقم ده كل ما يتضاعف. طيب نطبقه ازاي على البني آدم؟ ما يبقاش واحد عامل 8 ويتجوز واحدة عاملة 8 ويقعد في مكان عامل 8 ويروح يصاحب واحد عامل 8. لا لا انا هنا بقى هو 8 لوحدها كده بس، يعني انا اسم محمود رقمي عامل 8 ده يديني سلطان وسلطه، لكن ما اقعدش اكرر فيه. تمام فهمت حضرتك. اشترك مع حد في عمل ما يبقاش بقى اسمه محمود برضو، عشان اتجنب سلبيات الترددات والذبذبات بتاعه الحروف. تمام. في حاجات علميه اسماء الله الحسنى لما بتتحط على كوبايه الميه ذرات الميه بتتغير وبتاخد اشكال هندسيه في غايه الروعه. تمام. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الميه بتتاثر من شكل الحروف والكلمات اللي على كوبايه الميه، وبما ان 3 ارباع جسم ميه يبقى برضو انا هتاثر زي الميه. تمام. ده بالنسبه لرقم 8 النحس. تعالي بقى الرقم 9 مثلا. الواحد في 9 بكام؟ واحد في 9 بتسعة. حلو. والاثنين في 9؟ 18. 8 و1 9. 3 في 9 ب 27، 7 و2 9. 4 في 9 ب 36، 6 و3 9. انت بتتكلم ان هو يفضل الرقم ثابت. قوي. حتى لو اتضاف له اي رقم بيرجع لاصله. يعني لو جمعت 5 و9 ورجعت جمعت 1 على 10 هترجع لي الخمسة. لو جمعت 4، 4 و9 مثلا 13، 3 و1 4 رجعني للأربعة. اي رقم هتضيفيه على 9 بيترد له. يعني ده الارقام اللي هي الكويسه منها التسعة. التسعة لكن النحس 4 و8. التسعة والثلاثة والواحد. تمام. ارقام زي الفل. وسط 5 و7. طب قول حروف. الحروف مرتبطة بالارقام. تمام. احنا عندنا حروف نارية وحروف ترابية وحروف هوائية وحروف مائية. من الحروف بنقدر نطلع انت كان اسمك ناري او مائي او ترابي، عملية طويلة شوية كده، لكن في النهاية بنوصل لنتيجة محترمة. وعلم الارقام وعلم الاسماء، يعني الارقام الاول لا يختلف عليها اتنين. تمام. مدام بتتكلمي في ارقام خلاص هتخدع في ايه؟ من الابحاث اللي عملناها طلعنا الاعداد الذرية والاوزان الذرية لكل العناصر الكيميائية اللي ذكرت في القرآن من رقم الآية ورقم الصورة. غير كده كمان الأبحاث العلمية وصلتنا لإيه؟ مفيش آية في القرآن بتقول الفجر ركعتين والظهر أربعة. لما تجيبي كلمة الفجر وتحولها الأرقام يطلع اتنين، لما تجيبي العصر تحولها الأرقام يطلع أربعة، تجيب الظهر يطلع أربعة، تجيب العشاء يطلع أربعة، مع إن حروف كلمة الظهر مختلفة عن حروف كلمة العشاء، مختلفة عن حروف كلمة العصر. تجيب المغرب يطلع تلاتة. فده إحكام، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى تحدى العرب اللي منزلهم القرآن بلغتهم إنهم يعملوا آية ولن يستطيعوا. 22 9 79 محمد. 22 9. 22 9 الصبح ولا بالليل؟ 22 9 79 محمد. أيوة. 22 بقى يوم 22 الصبح ولا بالليل؟ بالصبح. الصبح؟ آه. طيب يبقى عذراء. تمام. ماشي. ومحمد سرطان. سنة جميلة وسعيدة بالنسبة لبرج العذراء وكل مواليد برج العذراء اللي عندهم سنة فيها متعة بامتياز، فيها تحسن في العلاقة مع الأبناء زي ما ذكرنا وقلنا قبل كده. والسرطان عنده عقود كتير وارتباطات كتير واتفاقات كتير، يعني مش هيلاحق على الاتفاقات والعقود اللي هيمضي عليها. وآخر حد بقى خلاص 1/10/98 أحمد. 1/10 ده الميزان. الميزان مشكلة الميزان هو عادل وبيحب العدل ميزان، ولكن بيقعد يزبط ويجاهد ويهابر ويحارب ويجي عند كاتب الكتاب والمأذون ويهرب. عنده شوية تردد يعني. طيب. وسنة كويسة لبرج الميزان، وضعهم العائلي هيبقى ممتاز جدا في 2020، هيقدروا يحققوا. اللي ما عندوش بيت هيشتري، واللي ما عندوش شقة هيجيب شقة، واللي ما معهوش سيارة هيجيب سيارة. بخص برج الميزان او من يحمل اسمه رقم 6. متشكره جدا لحضرتك، حضرتك نورتني والله النهارده. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. تبقى الف صحه. كان مشرف.